السلام عليكم، حياكم الله ويا اهلا وسهلا. انا وعدتكم زمان اسوي لكم شجره، هذه اكبر شجره بالعالم من ضمن اكبر الاشجار على مستوى العالم. يعني طبعا هي انا متاكد بالوطن العربي انها كبيره، ما ادري انا المغرب العربي انا ما رحت الحقيقه، فما ادري هناك هل موجود مثلها او لا. لكن الشجره هذه عمرها 150 سنه، هذا التين البنغالي او البنغالنس على اساس نعرف. خلونا نقرب لكم الورق شوي، تعرفون على الورقه وبعدين نشوف الجذور. شفتوا الورق؟ هذا ورقها، ورقها من الورق زي ورق الفكس بالضبط. هذه الورق، هذه الثمار والبذور حقتها. جمال النبته، شوفوا كيف السيارات، خلينا نشوف السيارات كيف تحتها. هذا هنا في جذور، هذا تبعها ترى، هذه جذور هوائيه، هي تنزل جذور هوائيه. هذا المركز، في ناس ترى بالفتحه الداخليه هناك. هذه جذور هوائيه برضه نازله من فروعها. طبعا حجم النبته ما تتخيلون، ادري واعرف انه كاميرا الجوال ما حتجيبه بالشكل المطلوب، لكنه نشوف هنا. طبعا هذه في القاهره عند الحديقه، حديقه القاهره، اللي جاي للقاهره يجي يتفرج عليها. شجره جميله جدا ما تتخيلون. شوفوا كيف الجذور الهوائيه تنشا، يكون واحد من الاغصان نازل على جنب، فالشجره تنزل جذور تسند فيها الاغصان اللي او الافرع اللي رايحه للطيحانه او الكسر يعني. فهذه الجذور تبعها، هذا الساق تبعها، في هناك جذور برضه هوائيه تبعها. عندنا الله يسعدكم هنا، يعني شوفوا المنطقه هذيك البعيده برضه ورا الشارع هذا، في شارع، في مواقف سيارات، هذه الفرع تبعها جذور هوائيه. الافرع السيقان هذه اللي انتم شايفين برضه ترى نازله من القمه الناميه هذه. شوفوا كيف طريقة كيف تنزل الجذور، جميلة جدا. طبعا الله انكسرت رقبتي، انا رافع راسي كثير. شوفوا كيف حجمها، شوفوا وين رايحة. طبعا شجرة عظيمة كبيرة، مساحتها ما تتخيلونها. ما اخذت حقها من الشهرة الحقيقة الشجرة هذه، ما ادري انا ايش الاسباب. طبعا عمرها قلنا لكم 150 سنة، هذه هدية اعتقد من واحد من رؤساء الهند لايام الخديوي هنا كان مصر، ف هي بالشكل هذا. نشوف الجذور هذه، قرب لها، شوف جذورها. طبعا ما ادري ايش اقول لكم، ما في احد، ما ابغى اصور الخلق، ولا كان حط له واحد هنا تشوفوه. الرجل ترى بحجم الساق هذا بالضبط، حجم الجذر هذا، فتشوفوها. عاد ما ابغى اقرب، بعد فيها كتابات بعد. هذه جميله جدا، شوفوا الافرع كيف، هذه الافرع هنا تنزل جذورها الهوائيه. نكمل معكم على الجهه هذه، شوفوا كيف هنا ينزل عندنا جذور هوائيه تسند النبتة على الأرض. هي شجرة واحدة أصلها، هذا هو واضح. برضه شوفوا هناك، شفتوا هذا اللي قدام أصبعي، هذا فرع نازل ساندها من فوق، منها جذر ساندها. شفتوا هذا، هذا ساندها من الغصن اللي نازل، من الفرع اللي نازل من فوق. الله يسعدكم، هل أعطيكم البقية؟ ما خلصنا ترى. هذا الساق الرئيسي للشجره. هنا شوفوا كيف، شوفوا كميه الجذور، شوفوا اللي نازله منها فوق. طبعا كبيره، والله انا لو اقول كبيره مليون مره ما تستوعبونها ترى. فاحرصوا، تعالوا شوفوها، هي مدخل حديقه حقه البرج، برج القاهره هذه. فاحرصوا عليها، شوفوا السيارات. خلينا نشوف لكم اخر لقطه ونوريكم السيارات. سيارات هذا الجذر تبعها، هذه النبته الاصليه. شوف السيارات يعني حجمها، قارنوا المقارنات بالسيارات عشان تعرفون مدى الحجم الكبير حقها. شوفوها، يا سلام، ياخذ له الفرع هذا ويربيه عنده حلو. لا لا، انا ما انصح ما حد يقرب لها والله، خلينا نحترمها. هذه الشجره باختصار. تعالوا شوفوها، جميله جدا. شوفوا كيف فيها جمال وفيها اشياء. طبعا يعني تخيلونها حجمها كبير. الله يسعدكم ويحفظكم، مع السلامه.